عايز بس اقف عند حاجة مهمة. انا عايز ارد يا جماعة، ناس كتير انتظرت مني رد على تنازل مرتضى منصور عن قضية عليا في المحكمة، وتنازل شخصيا. ناس كتيرة مستنية الرد بتاعي من كام يوم، وانا ملتزم الصمت، بل ان انا كتبت على الفيسبوك وعلى تويتر بطلب رأي حضراتكم. قلت انا كان ساعتها انا ما قلت اعتذار علشان خاطر سير القضايا، الناس فهمتني غلط، فخليني هذه الايام اشارككم الرأي، انتوا ايه رأيكم اعمل ايه؟ فجالي ما يقرب من 1000 رسالة، 1000 رسالة، ما بين احترس، ما بين خلي بالك، ما بين اشكره، ما بين ابدأ صفحة جديدة، ما بين التسامح من شيم الكرام، ما بين اقفل الصفحة دي، آراء متعددة وكلها متباينة، وكل واحد كل واحد كل واحد كل واحد يعني يا جماعة الخير بيتكلم رأي غير التاني. وناس النهاردة بعتت لي قالت لي انت مش عايز ترد على الموضوع ده، لاني انا كنت مستني التوقيت المناسب للرد، والنهاردة هرد. ردي اني انا لا يعنيني تنازل مرتضى منصور من قريب او من بعيد، وتنازله عن قضية بالنسبة لي كأن لم يكن، ولا أشكره عليه ولا للازمة معايا. ليه؟ في هذا اليوم كانت المحكمة ونفس القاضي بينظروا قضية الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الذي يتهم مرتضى منصور بالسب والقذف. مرتضى منصور طلب طلبات كان من رابع المستحيلات يوافق عليها. طلب ان هو يثبت ان هو لا سب ولا شتم الخطيب ولا مجلس الاداره. انا كنت بس بجمع معلومات عشان اقدر اذا كان يستحق الشكر كنت اشكره، ولكن لا يستحق الشكر بالمره. ليه؟ اسمع مني. محامي الكابتن محمود الخطيب المستشار الجليل والمحامي الشهير محمد بيه عثمان طلب حجز القضيه للحكم، وقال ان مرتضى منصور بيماطل وكفايه مرافعات، ونظرا لقوه القضيه وحساسيتها مرتضى حضر بنفسه ومعاه مجموعه محامينه. فتفتق ذهن مرتضى الى انه يحاول يقنع القاضي انه الكلام اللي قاله مش سب وقذف لا للخطيب ولا لمجلس الاداره، فحب يعمل بوليكا، يعني يجيب 100 حاجه في حاجه، واعتبرها دي شطاره محامي ذكاء منه لا يعنيني، يعني انا بقول لك انه اصل. فقال ازاي انا اسب واقذف رئيس نادي ونادي انا عضو فيه؟ فتقال له انت مش عضو، فلازم يفكر في حيله تانية. فراح عليها قال انا عايز أرفق في القضية تقرير وزارة الشباب والرياضة الخاص بموضوع الساعات وجردها، وعايز تقرير الأموال العامة، وعايز كل ما قيل في هذا الموضوع عشان أثبت لكم إن أنا ما كنتش بشتم. ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش يا تريكة يا بيبو تريكة. وأثناء فترة الراحة قبل القاضي ما يقول كلمته إذا كان هيستجيب لمرتضى منصور أو هيحجز للحكم ويستجيب لمحامي الخطيب، حد قال لمرتضى نفس القاضي وفي ذات الساعة بعد القضية دي في قضية ليك ضد عبد الناصر زيدان. فمرتضى منصور فكر وتفتق ذهنه إلى فكرة ذكية وجهنمية. قال لك ايه؟ قال لك ما لما اعمل حركة اثبت فيها للقاضي ان انا بريء وطيب ومتسامح وراجل غلبان. فراح قال له انا متنازل عن قضية عبد الناصر زيدان، وانا والله ما في بيني ما بين الناس الا التسامح، وما في بيني ما بينهم الا الحب، وانا راجل مش عايز مشاكل، وانا راجل اللي فيا مكفيني،
وانا اللي راح من عمري مش هيجي قده ومش عارف ايه والكلام ده كله، وراح تنازل بنفسه عن القضية اللي انا ذكرت رقمها لحضراتكم من ايام ضدي، وكانت القضية دي في اخر درجة، وكان انا بفضل الله عز وجل يعني واخد فيها براءة وحصل استئناف وغرامة ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني ما فيهاش لحبس ولا ليها لازمة اصلا معايا يعني. انا عرفت المعلومات دي ومرضتك استعجل، قلت برضي يا ابني شوف النوايا ايه وبلاش تتكلم خالص واشتري دماغك، الى ان فوجئت منذ 48 ساعة وبالامس واليوم مرتضى منصور اللي اتنازل عن قضية علشان خاطر يفهم القاضي انه مسالم ومتسامح وطيب، يقرر رد المحكمة في اكتر من دايرة، يعني رد المحاكم كلها اللي بتديني براءات، ورد يعني بيتهمهم انهم بيجاملوني، فالمحكمة دي في خصومة بيني ما بينهم وبيجاملوا الخصم بتاعي وانا برد المحكمة. طب ازاي بترد المحال القضاء وانت راجل متسامح وبتتنازل؟ ماشي فودي، تعالى للتقيلة بقى. اللي بيتنازل عن قضية راح قدم يتظلم ويتضامن مع النيابة في 15 قضية براءة أو 20 قضية حصلت فيهم على براءة، ويطلب إعادة محاكمتي، واخد بالك أنت، ويشتبك مع المحكمة لدرجة إن القاضي صدمه وراح قال له عايز إيه؟ قال له عايزهم يروحوا خبرا عشان يثبت إن أنا متجني عليه. فراح القاضي ملبسه بفضل الله عز وجل، قال له أوافق على أن يدفع مرتضى منصور تكاليف الخبير، وراح مدفعه 50,000 جنيه فوري. وخمسين قضية تاني بيطالب بإعادة التحقيق فيهم، ومش عارف 10 تاني في الهرم بيطلب إعادة المحاكمة عشان خدوا براءة. النهاردة والمحامي بيشرح لي ده كله على مدار ال 48 ساعة اللي فاتوا، رد قضاة وطلب بخبرة ودفع رسوم خبير واحتجاج على براءات وشكاوى في التفتيش وبلاغات في النيابة، ده بيشتكي القضاة في التفتيش. طب ازاي يا استاذ مرتضى، يا راجل يا متسامح يا راجل يا طيب، بتتنازل عن قضية وعايز تطلع قدام الناس الحمل الوديع وانت قاعد تولع الدنيا مع كل براءة بحصل عليها، مع كل براءة بحصل عليها وبتدفع آلاف الجنيهات عشان تودي دي خبير وتودي دي مش عارف ايه عشان خاطر تتمنى وبتحلم انك تاخد حكم حبس، بتتنازل عن قضية عشان خاطر تدي إيحاء للمحكمة الفاضلة وتخليهم يطمئنوا انك انت الطيب المتسامح عشان مصلحتك في اليوم ده وعشان قضية الخطيب اللي عامله لك رعب، وتيجي بعد كده كل براءة احصل عليها تقعد تاخد كل الدرجات وتستأنف وتودي نقد وترد قضاء، لا حول ولا قوة الا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كل اللي أنا عايز أقوله لك يا أستاذ مرتضى، مع كامل الاحترام ليك ولأنصارك إذا كان متبقي ليك أنصار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويستره ويدافع عنه ويكفيه شر كل الشر. أنا بس حبيت أوضح للناس، لان انا قلت لهم انا بجمع معلومات. ليه؟ لان انا برضه ما اقتنعتش، حتى اللي كلمني وقال لي شوف اتنازل ما كنتش مقتنع، قلت لازم ورا الموضوع ده في مصيبه، لازم، لانه لا يستجيب للسلام ولا يعرف طريقه، ولا اصلا لا فضيله ولا عندي وقت ان انا اخاطبه، لاني لا اخاطب احد انتهى، ولا هيرجع نادي ولا هيشوف نادي، ولو رجع دقيقة هيدعو الانتخابات ويروح. ده لو رجع يا عيني تام قاعدين يودوه يمين ويودوه شمال، يصعب عليك والله. ربنا يكفينا ويكفيكم شر قهر الرجال وهو في هذه المرحلة القهر. أو والله العظيم يقهرونا ويعشموه ويبعدوه ويدوله أمل ويودوه ويجيبوه ويروح ويجي ويعمل. ليه؟ أنت مش عايز تقفل الملف، وإحنا كل ما نيجي نقفله أنت مش عايز تقفل، فجاي تتنازل عن قضية عشان تبين نفسك إنك أنت، يا سلام على التسامح، يا سلام على كذا. وأنا بقول لأنصاره أهو عيني عينك، مصلحته عشان خاطر يحاول يماطل في قضية الخطيب ومجلس إدارة الأهلي، ولكن الراجل اللي بيتنازل عن قضية النهاردة يروح يرد المحكمة تاني يوم فعشان مديا براءات ويدفع 50,000 جنيه خبرة عشان 15 قضية خدت فيهم براءات ويولع الدنيا ويروح النيابة ويشتكي ويطلب من النيابة إعادة المحاكمة. من توكل على الله كفاه، ويمكرون ويمكر الله. قضية الخطيب مهما طولت هتخلص، ما تقلقوش، وأبشروا خيرا واستبشروا بالله خيرا. هذا هو ردي للباحثين عن الرد، ده رد لان الناس قالت لي ردك ايه، وناس اتهمتني انت مش عايز تقول شكرا، انت مش عايز تقفل الملف، انت يا اخي ايه يا اخي، الراجل قدم لك السبت قدم له الحد، قدمت له كل الاسبوع وما قدمش حاجه. مشكله مرتضى منصور انه يظن انه اذكى من الناس كلها، ومشكله مرتضى منصور انه يظن انه ما زال قويا، ومشكلة مرتضى منصور انه يظن انه ما زال يستطيع ان يفعل شيئا، ومشكلة مرتضى منصور انه غير مؤمن انه انتهى وعصره انتهى ولن يعود. ودورنا على حد والنبي يحتوينا الموقف ده يا جماعة، بما اننا في موسم الاحتواء. اوعوا تفكروا ان انا راجل ضد التسامح ابدا. أو بص، أنا أخد دكتوراه في مرتضى منصور، أخد فيه دكتوراه وأنا عارف بقول لك إيه. فخليك في القضايا يا مرتضى بيه، وبلاش تنكشني علشان خاطر طول عمرك ما هتغلبني، وكلامي بيبقى تقيل عليك.